واللي كان عنده عقليه كمان محتاج اقف عندها ومحتاج اشيد بيها هو موسيماني. احيانا يا جماعه اي حد في العالم وهو خارج بانتصار بحجم دوري ابطال افريقيا اللي بيحققه للموسم الثاني على التوالي طبيعي، واسئله الصحفيين بتبقى في المؤتمرات الصحفيه اللي زي دي صعبه شويه، فممكن تاخدني ردود لفكره الفريق، الاعذار، المبررات، ولكن موسيماني عمل شيء رائع. موسيماني اتكلم بعقليه المدرب اللي عارف الخطا فين، اللي شبه عقليه النادي الاهلي اللي لا تبرر ابدا الاخفاق. نطلع ونسمع موسيماني لان كلامه كان مهم جدا. Maybe because of absence. No, we didn't play well. لا مش حكايه تباين المستوى، احنا النهارده ما لعبناش كويس. I'm disappointed with my team. انا محبط من فرقتي myself included. وانا كمان محبط من نفسي، انا برضو من فرقتي ومن نفسي كمان. We didn't play well. ما لعبناش كويس. It's not the last 5 minutes. مش فكره اخر خمس دقائق بس. The last 15 minutes. والاخر 15 دقيقة. We didn't have the game. ما مسكناش الماتش في ايدينا، خلصتها في اخر ربع ساعه، سيبنا الماتش يهرب مننا. But you should have finished it in the first half. كان المفروض نخلص الماتش من الشوط الاولاني. We had all the chances in the first half. جات لنا فرص كتير اهدرناها في الشوط الاولاني. Football will always punish you if you don't take the chances. كرة القدم بتعاقبك لو انت ما ترجمتش فرص جات لك لاهداف بتتم معاقبتك. اتفضل يا فندم. What is your vision for the division now? You lost today two points. What is your vision for the rest of the games, for the competition, for the no, title? We have to fight for the derby. كنا قاتل على اللقب. What else can we do? عندش حاجة تاني نعملها. We have to try and fight. نحاول ونقاتل ونحاول. It's not easy in our hands. دلوقتي بقتش سهلة، بقتش في ايدينا قوي زي الأول. So, but that's football. بس دي كورة. But I don't know what's coming. بس مش عارفين ايه اللي هيحصل بعد كده. اصلا الكلام ده. طيب هنا المدرب اللي بيحمل نفسه المسؤوليه ولاعيبته المسؤوليه وبيقول سنقاتل من اجل الدوري، مدرب عارف الوضع وعارف الظرف وعارف كمان ايه اللي في ايه اللي جمهور النادي الاهلي في اللحظات اللي زي دي ما بيحبش يسمعه، وهو اي مبررات. النقطه بس الاهم ان مازال الدوري في ايدينا يا مستر بيتسو، وانت الوحيد اللي تقدر بلاعبيك طبعا تتحكم في مصير الدوري المصري. فوز 10 مباريات معناها فوز بالدوري، مفيش فريق تاني في الدوري المصري حاليا عنده الافضليه دي. لكن كمان بيتسو موسيماني بعد مباراه سموحه والهزيمه من مباراه سموحه كان غايب عننا 6 لاعبين في مباراه الزمالك، فاتكلم عن الاصابات او اتسال عن الاصابات، قال ما بحبش ادي اعذار، انا فزت وانا ناقص 6 لاعبين على الزمالك، فما ينفعش اجي وقت الخساره اقول انا عندي 6 لاعبين. لكن الحقيقه ان انت بالفعل كنت ناقص 6 لاعبين، زي بالظبط ما كنت ناقص ماتش البنك الاهلي 6 لاعبين ومكمل عدد مباريات وانت ناقص 6 لاعبين، ومع ذلك رفض ان يكون ده العذر السهل. نسمع بيتسو موسيماني. The level is not the same like the Champions League. Maybe because of absence for the play for the German Olympic national team. If I want an easy way out to make excuse, I can say that. لو عايز اطلع نفسي الموضوع اشوف الموضوع سهل، العذر السهل اقول لك عشان غيابات اللعيبه راحت المنتخب الاولمبي. But I'm not the coach who's going to make excuses. لكن انا مش من نوعيه المدربين اللي بنوجد اعذار، بدور اعذار. And blame the referee. والوم التحكيم والوم الحكم. Blame the six players who went to the Olympics. والوم اقول غيابات الست لعيبه اللي راحوا المنتخب الاولمبي. We knew about that before. احنا كنا عارفين من الاول ان في لعيبه هتروح المنتخب الاولمبي. And we need to support the country. المفروض نساعد بلدنا، المفروض ندعم بلدنا. We have to support the country. طبعا كده لازم نساعد بلدنا. Yes, it's not a FIFA calendar game. طبعا ده مش اجنت الفيفا، ماتشات الفيفا الدوليه. You can say no if you want. وممكن تقول لا لو انت مش عايز تدي لعيبه، ممكن تقول لا. Like other teams in Europe, they said no. زي في اوروبا في انديه كتيره قالت لا مش هسيب لعيبتي. But we support the national team. بس احنا بنساعد منتخب بلدنا وسبناهم. And you will always be affected either way. طبعا لازم في مشكله باخر انت اصلا يعني. But if I want to make an excuse easy way, I will say yes. لما عايز ادور على عذر سهل اقول اه طبعا اتاثرت بالغيابات دي. بيتسو موسيماني رافض يمنح نفسه او لاعبيه الاعذار، مع انها اعذار او اسباب منطقيه جدا. نفس اللي عمله في مباراه سموحه
لكن بيتسو موسيماني اتعاقب قبل كده بالتغريم لما قال كنت اتمنى الاتحاد المصري ياجل لي مباراه او مباراتين عشان وانا داخل العب صن داونز اكون باريحيه. تم عقوبته النهارده بيتسو موسيماني اللي تم عقوبته على التصريح ده هو نفسه بيتسو موسيماني اللي بيقول ده واجب وطني وده دورنا، وعارفين كويس قوي ان لوائح الفيفا تقدر تخلينا نمنع، ولكن ده بيتكلم باسم النادي الاهلي، ده دور النادي الاهلي. حقائق واضحه، في تقصير حصل في مباراه البنك الاهلي وارد جدا، لكن مش هنغفل حقائق ان انت اتظلمت تحكيميا 9 نقاط، المنافس فاز ب 11 نقطه بالاخطاء التحكيميه، ان انت كمان لعبت في اوقات مضغوطه، انت اكتر فريق شارك في عدد مباريات منذ بدايه الموسم لانك الفريق اللي كمل نهائي دوري ابطال افريقيا وحقق البطوله العاشره، انت الفريق اللي بيتحرم من 6 لاعبين في مباريات حاسمه جدا في صوره من صور عدم تكافؤ الفرص المنطقيه جدا، ولكن احنا لما بنتحدث عن ده احنا النادي الاهلي قادرين على اننا نواجه مصيرنا وندفع نفس الضريبه وباذن الله نحقق البطوله.